إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعدكم مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة أعدها ويقدمها الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد الأحد الديان، والحمد لله رب العالمين، صاحب كل فضل وجود ونعمة وإحسان، فنعمه علينا لا تعد ولا تحصى ولا تنقطع عبر الزمان. فاللهم لك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك يا رحمن، ولا أجر لقائله إلا برضاك يا خالق الأكوان. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وذريته ومن سار على دربه ونهجه بإحسان. وأسكننا اللهم مع سيدنا محمد في الفردوس بأعلى الجنان، بفضلك وجودك ورحمتك ومغفرتك يا حنان يا منان. واحفظ اللهم عن الذنوب جوارحنا واللسان، وأفض علينا بحسن العبادة والطاعة والإيمان. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من ساحة السادة الأشراف الأدارسة بمدينة ومحافظة أسوان، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستهلها بآيات من القرآن يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت مما يسره له الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم
سبحان رب السماوات والأرض Thank you.
إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ.
صدق الله العظيم. حقا وصدقا، إنه المعجزة الدائمة على مر الأزمان، إنه أكرم وأفضل ما قيل وما سيقال، فهو كلام الرحيم الرحمن
نزل به الروح الأمين جبريل بأمر من خالق الأكوان على قلب سيدنا محمد سيد ولد عدنان رحمة وهداية للعالمين من الإنس والجان. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام وبالقرآن، ونسأله سبحانه أن يكرمنا بأعالي الجنان بجوده وفضله ورحمته ومغفرته بصحبة سيدنا محمد خير من عبد الرحمن. عشنا إخوة الإيمان في رحاب آيات القرآن، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت بساحة السادة الأدارسة بمدينة ومحافظة أسوان، حيث نقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستمع فيها الآن لهذه الكلمة المباركة لفضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبأمره قامت الأرض والسماوات، لا إله غيره ولا رب سواه، تقدست عن الأشباه ذاته، وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، إليه يرجع الأمر كله، لا ينسب إليه البنون، ولا يفنيه تطاول الأوقات، ولا توهنه السنون، كل الخلائق قهر عظمته، وأمره بين الكاف والنون، بذكره أنس المخلصون، وبرؤيته تقر العيون، وبتوحيده ابتهج الموحدون، هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم، وأباح أهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، له كل شيء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صاحب الشفاعة العظمى، يوم يقوم الناس لفصل القضاء، إذا ما الناس يوم الدين قاموا إلى الرحمن واجتمع الجميع، وجل الخطب وانقطع الرجاء، ونادى العالمون من الشفيع، هناك يقوم أحمد في يديه لواء الحمد منعقد رفيع، فيسجد ثم يشفع في البرايا، ويمتاز المخالف والمطيع، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا من جعلت الصلاة على نبيك الأعظم من القربات، فإنا نتقرب إليك في هذه الليلة المباركة، في هذه الساحة المباركة، فاللهم إنا نتقرب إليك بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
أقيمت دولة الإسلام في المدينة المنورة بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدولة العظيمة التي ما شهدت الدنيا لها مثيلا ولا عرفت لها في الأمم والدول والشعوب نظيرا. هذه الدولة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت على المبادئ السامية والأخلاق العظيمة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما انتشر الإسلام شرقا وغربا بالسيف، وإنما انتصر بالحكمة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا هذا النبي العظيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تبين لنا الآيات المحكمات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إذ يذكرنا عندما تتلى آيات القرآن على مسامعنا، فالله سبحانه وتعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين، والله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب، أما أنت أيها العبد فعندك مفاتح العيب. فمن آمن وصدق بغيبه سبحانه وتعالى وأنه سيتولى الدفاع عن هذا الدين وسيتولى نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن صدق وآمن بغيبه سبحانه وتعالى ستر الحق تبارك وتعالى عيبه. إن الله سبحانه وتعالى قد أظهر في كتابه العزيز علو مقام سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أظهر علو مقامه فوق كل مقام. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك وقد حال سند منك دونهم وسناء. لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء. إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم مرسل لرحمة العباد بل لرحمة العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحق سبحانه وتعالى استجاب له في أمته ولم يهلكهم كما أهلك الأمم قبلهم، بل خاطبه سبحانه وتعالى بقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهو صلى الله عليه وسلم نبي الأنبياء ورسول الرسل، أخذ الله العهد على النبيين والمرسلين
إن بعث صلى الله عليه وسلم في زمانهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهل بعد هذا تكريم أو تعظيم إذ يجعل المولى تبارك وتعالى ذاته المقدسة واحدا ممن يشهدون لهذا النبي بالرسالة والنبوة؟ أيها الإخوة الأحباب، يكفينا شرفا أن الله سبحانه وتعالى اختارنا من أمة هذا النبي العظيم الذي مهما قلنا ومهما تحدثنا فإننا لن نوفيه صلى الله عليه وسلم حقه ولا قدره أو مقداره العظيم مهما قلنا، حتى نقف على حقيقة الحقائق أنه صلى الله عليه وسلم رسالته ودعوته استغرقت الزمان والمكان، وأرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأمم كلها، أرسله بالهدى ودين الحق وأظهر دينه ومكن له وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وزده تشريفا وتكريما وتعظيما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الطائعين التائبين المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولآبائنا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، وأسكننا الدرجات العليا من الجنة بصحبة سيد الأنبياء والمرسلين. استمعنا أحبتنا في الله لهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق بجامعة الأزهر الشريف في هذه الأمسية بساحة السادة الأشراف الأدارسة بمدينة ومحافظة أسوان، والتي نختتمها بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واحفظ شعبها يا أكرم الأكرمين.
فإن العفو من شاني عصاك تسترني أنسى تود جنة عدن
أن روضتها غار 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 بي أنت والصديق ضعيفان. دخلت ما نزلت ما دخلت ما ورب العرش جاء مغن هو الله مغن هو الله عن أهل وجيران. أما أنت خوف أبي بكر طمأنت قلب أبي بكر أما أنت خوف أبي بكر وقلت له قول محمد. واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد بشر ما مثله بشر محمد بشر ما مثله بشر في نوره قمر في طهره ملك في طهره ملك محمد بشر ما مثله بشر محمد بشر ما مثله بشر في نوره قمر في طهره ملك في طهره ملك يمشي على قدم. هذا هذا ومن فوق هذا كله عظم رسول خالقه للخلق كله. الله 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 أقسم بالهادي الله أقسم بالهادي. وقلده تاج الفقار الله أقسم بالهادي وقلده تاج الفقر تعالى منزل القسم. اقرأ اقرأ لعمرك في القرآن واضحة اقرأ لعمرك في القرآن واضحة في سورة الحجر لا تخفى على الفهم. الله الله الله, الله
صلاة وسلام عليك سيدي وحبيبي وأسوتي وقدوتي يا رسول الله، يا خير خلق الله، ويا حبيبه ومصطفاه. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من ساحة السادة الأشراف الأدارسة بمدينة ومحافظة أسوان. وحتى نلتقي مرة أخرى بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، ومع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وأخلص وأصدق دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.